مين اجريسيف اكتر في الملعب، هشام عاشور ولا رامي عاشور؟ لا رامي، انا رامي اجريسيف. اه هشام هشام في الحياه تحس ان هو هايبر اكتر من رامي. انا في بصي واحده الاثنين يعتبر انترتينرز وتالنتد، بس انا انترتينر في الملعب يعني انا بتاع الحركات. يعني لعبت ماتشات استعراضي اكتر من لعبت ماتشات بروفيشنال. يعني ناس كانت بتجيبني عشان عشان اوريهم اللعبه دي بجد ايه اللي ممكن، ليه اللعبه مثلا ممنوع نقول طب التنس طب الكوره طب ايه الاسكواش ده، انا ممكن اخش ملعب العب مع حد والناس ما تعرفش حاجه خالص عن اللعبه وبعد 15 دقايق هو ادمن الاسكواش خلاص هيز انفولفد. يعني قبل الماتشات مثلا انا اقعد مثلا اليوم كله قاعد في الاوضه وعامل كده هو ما بتكلمش وما كانش مع حد وما بردش على حد وقافل تليفوني. هشام بيتكلم مع الدنيا مصر كلها عادي بيهزر بيروح وبيجي وقبل ما يخش معاه على طول عادي جدا. انا ما بعرفش اضحك ما بعرفش اهزر مستحيل. ايوه بس الاخوين عاشور رامي وهشام عندهم لقطات لطيفة جدا في الملعب سواء بعد المباراة أو بعد التمرين. يعني مثلا هتلاقي موقف محتدم جدا وتشوف رامي بعد ماتش مش فاهم هو زعلان ولا فرحان وبعدين يفاجئك برد فعل مختلف، في حين هشام بعد تمرينة جامدة جدا تلاقيه بيكلم اللي بيتمرن بطريقة لا تخطر على بال. Here comes the second one. Oh my goodness. Well, that's a rally of the tournament. And look at this for a reaction from Rémi Achour. I'm sure that will be disappearing onto the internet. Yeah, he's playing on the heartstrings of Gauthier there. بيؤدي أداء متميز في كرة القدم. بكرة السكواش وده موضوع مش سهل ابدا واحنا كلنا سبورت ليه. هو بيعمل دعايه جزمه ثانيه بس كابتن الجزمه مش دايره معايا. تعمل دعايه بالجزمه ولا دعايه للنادي ولا دعايه للسكواش؟ اوه لا لا يا ادائك يا تميزك اوعى الامبلوستي يا خلاص يا جماله. الله اكبر يا نهار ابيض. لا يعني سكواش مادة لطيفة للناس. لا لازم ده الولد داخل يقعد عادي عنده تمرين. ده الولد تلاقيه مزول لحد دلوقتي مش مصدق يعني. انت خرجت اديته اغنيه حسب ما بتيجي كده عارفه يعني بس قاعد قلت بس الفكره ان احنا فعلا بنحاول نعمل كده عشان هي اللعبه جوه صعبه يعني السكواش مش سهله ان تمرين وتركيز وبتاع. فبره لو نقدر ان احنا الموضوع يبقى لذيذ ونضحك ونهزر ونخش نركز يعني بنعلم الولد دايما كده احنا بره بنهزر واصحاب اول ما نخش جوه تعالى 45 دقيقه عندك ساعه ما بنهزرش ما بنتكلمش ما بنقوحش المدرب ما بنقعدش نقول والله انا شقي يعني دايما يعني لا خلاص هو انت دخلت ركز 45 دقيقه اعمل اكتر حاجه تقدر عليها وتطلع نطلع نهزر ونغني ونعمل اللي احنا عايزينه على قد ما نقدر دايما نعمل كده. الديسيبلين هي المسج بتاعتنا احنا حتى في الاكاديميه وفي اي حاجه وفي كلام مع الاولاد كلام مع الاهالي احنا بنقول حتى الاكاديميه مثلا بتاعتنا ما بنقولش ان احنا هنطلع بطل العالم ما بنقولش كده يعني هنقول ايه بطل العالم ده بيجي لك بتبقي انت عارفه ان هو بطل عالم بيخش كده داخله اهله بيبقى في ديديكيشن معين من الاهل في طريقه دخله معينه عليك الولد بتشوفيها في عينيه عنده استعداد يخش يموت نفسه بيخش مره 6 ايام في الاسبوع من بدري فبتبقي عارفه. لكن غير كده احنا المسج بتاعتنا ان احنا نعمل ايه احنا نربي جيل بروفيشنال يعني عندهم ديسيبلين بييجوا يتمرنوا الساعه كذا بيروحوا يناموا الساعه كذا بيتمرنوا كذا مره في اليوم يعيشوا حياه بروفيشنال من هم صغيرين اللي هيقدر يبقى بطل عالم ماشي حياه رياضيه صحيه نجيب لك سقفك يعني نجيب لك احسن حاجه تقدري توصل لها انت وصحيه لدماغك لدماغك وجسمك مش صحيه بس ان انت مش هقول لك انا همرجش تبقى بطل عالم لا انا هجيب لك سقفك سقفك ده ممكن تبقى بطل عالم ممكن تبقى تخسر في السيمي فاينل ممكن تبقى محلي ممكن تبقى جامد جدا وتسافر وتاخد سكولرشيبس في هارفرد يعني ممكن تبقى بطل عالم بس بتستمتع متعه اللعبه في حد ذاتها كمان بتكسبها. الجيتار ايه موضوع الجيتار ده موضوع هو موضوع غريب جدا. انا الماتش ده اصلا الماتش ده كنت خسران وكسبت انا كنت داخل الماتش ده انا داخل عكس او بتاع ده كان غلط فابتديت اخسر فقلت لا طب انا ارجع بقى افكر كده يعني بهامبلنس انا ارجع اتواضع تاني اتواضع بالراحه كده واحده واحده فبقيت مور بقيت ريلاكست اكتر بكتير. فالنقطه دي انا فكرت فيها قبلها بيومين وانا نايم بالليل انا حياتي كانت كتير قوي حاجات حصلت لي وانا قبل ما انام قبل ما انام كسبت ماتشات ولعبت بطولات وكسبت بطولات عالم كميه الاحلام اللي انا عشت فيها ودي حاجه دي المسج اللي انا عايز اقولها عامه يعني ان فكره ان انت بتفيجوالايز انت بتتخيل حاجات بتحصل لك كتير جدا وانت انا 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 بقول الموضوع ده وكويس ان الفيديو ده انتوا جبتوه عشان انا فعلا ده حصل لي بالظبط. انا كنت انا تخيلت نفسي في اللحظه دي في نقطه انا عايز اخلص بوينت معينه واكسبها ويبقى حاجه فظيعه ونقطه طويله واعمل كده وحصل فعلا في حاجه وتخيلت نفسي تعمل كده ايه بقى واعمل كده اقف على الجيتار واعمل كده عشان بحب المزيكا جدا فعايز اعمل حاجه تجمع بين الاثنين
فازاي جات لي في اللحظه دي في الوقت ده انا ما اعرفش، بس انا حلمت يعني، انا كانت في دماغي في اللاوعي يعني افكر يعني. جاهزه وكسبت بطولات عالم، بقول لك كتير قبل ما اكسب بطولات عالم انا كسبت قبل بس احلامك مش مبنيه على فراغ، احلامك مبنيه على تمرين واخلاص وديديكيشن والتزام رهيب جدا. انا حاسس ان انا استحق ده يعني، انا من جوايا انا بفكر كده عشان عارف ان انا استحقه عشان تعبت قوي. ده حقيقي يعني، انت يعني سيرتك في الرياضه عظيمه جدا مهما هشام حاول يحطمك. هشام بجد حاولت كتير بقى، ده هو اللي مساعدني، حاولت كتير وساعدني على طول والله.